أستاذ بيك، وين قائمة الممنوعين من السفر؟ آه صحيح. يا الله، طلبت منك من الصبح وطبعا نسيت مرة تانية. مو نسيت، نسيت من جديد. رح أحضر لك إياها. خلاص انسى، أنا رح أسويها بنفسي. ليش ما عم تقدر تسوي شيء صح؟ آسف، عندي كثير أمور بدي خلصها. يعني مو مثل أي واحد عم يشتغل، ها؟ على طول ما عندك إلا نفس العذر. أوف. حضرت مدير القسم،